بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، قامت كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد، ولتشجيع الأهل لدعم أطفالهم بالاستمرارية على حب الكنيسة والغير، حبت الرعية إنها تعمل يوم مفتوح لطلاب مدارس الأحد. هالنشاط كان على فترتين، بلشنا النشاط برسم على وجوه الأطفال، وبعديها فقرة الحزازير والأسئلة، وكلها من شخصيات الكتاب المقدس، وأكيد الجوائز العينية يعني كنوع من التشجيع لهم. ومع المرشدين بكل مجموعة حضروا حالهم لفقرة خفيفة لطيفة من الألعاب، وأكيد الجوائز اللي ما بتخلص. وبعد هالنشاط صار بدها وجبة خفيفة لطيفة، وأكيد باركها الأبونا ذي يونيسيوس حداد كاهن الرعية. ميلاد مجيد ومواسم مباركة وسنة خلاصية على الجميع. بنعرف إحنا الآن في فترة الميلاد المجيد ورأس السنة، فترة احتفالات، نحتفل بميلاد ملك السلام ورب المجد، ولكن هذا الاحتفال شابه في التوقيت بعض الأعمال الوحشية والدمار اللي في أهلنا في غزة، فلوثت علينا احتفالنا. ولكن رسالتنا احنا في الكنيسة دائما أنه نعلم أبنائنا وأطفالنا في الكنيسة أنه كيف نشعر ونحب الآخرين. اترأينا أنه بالفترة هاي من خلال المحبة والفرح أنه نزرع في قلوبهم الانتماء ومشاركة الآخر في أحزانهم. مشان هيك عملنا اليوم مشاركة ولقاء بين الأهل وبين الطلاب، نوريهم إيش يعني العطاء، إيش يعني المحبة، إيش يعني السلام، إيش يعني تكون أنت في محب، تكون أنت في بركة، يكون عندك احتفال هدايا تشاركها مع أطفال الآخرين اللي بيكونوا محزونين ومحرومين من هاي البركة. فهاي كانت رسالتنا اليوم من خلال البرنامج اللي عملناه لقاء مدارس الأحد، وعملنا لقاء يليه مع الأهل عساس نوصل ونعزز هذا الانتماء عند أطفالنا من خلال الكنيسة ومن خلال مدارس الأحد. وبالفترة الثانية للقاء التقى الأهل وطلاب مدارس الأحد مع الأبونا ذي يونيسيوس حداد راعي الكنيسة، والأبونا أثناسيوس قاقيش وهو الرئيس الروحي لمحافظات الشمال، وكان في هيك دردشة روحية بسيطة وممتعة كمان. غزة وأطفالها في القلب وبكل نشاط حاضرين، وبصراحة هالنشاط أساسه السكتش اللي بيعبر عن محبة ومساعدة الغير، وإنه نعرف كيف نحس ونشعر معهم. وبعدها عرضوا مشاهد من الحياة المأساوية اللي بيعيشها القطاع مع تعليق صوتي. الحرب، وهيك صارت بيوتهم، وهيك صارت شوارعهم، وهيك صارت مدارسهم، وهيك صاروا أطفال غزة. ما في بيت، ما في أكل، جوعانين، بردانين، خايفين، ما في عندهم ميلاد، ما في عندهم شجرة، وما في عندهم احتفالات. وعلى شجرة الأمنيات علقوا أمانيهم وآمالهم، وبكل أمنية مكتوب آية خاصة فيها من الكتاب المقدس. نشاط اليوم هو كان رسالة هدفها حتى لو في فرح وأنشطة بهاي الظروف اللي بتمر فيها البلدان العربية، وخصوصاً المجازر الوحشية بقطاع غزة، إلا إنه كنائسنا ما بتنسى الغير، فهاي رسالتها اللي هي المحبة والفرح. وكل عام والجميع بمحبة وسلام. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.